في قطاع الأشغال العمومية، قاربت أشغال توسعة تراموي المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة على الانتهاء، لتبدأ بعدها مباشرة مرحلة التجارب على أن تدخل حيز الخدمة بداية العام المقبل. رضا تبرماسي. أيام قليلة لتنطلق التجارب لتراموي قسنطينة في شطره المتبقي على مسافة 3.5 كيلومتر ليربط أقاصي المدينة الجديدة بالشطر الأول. هذا الشطر الثاني يوجد في محيط عمراني ضيق بالنسبة، وكذلك في منشآت فنية ثلاثة. عندنا الجسر طوله حوالي 120 متر. ثانيا عندنا النفق الاول لاتريمي 5 اللي فيها حوالي الطول تاعها 520 مع المغطيه 170، والنفق الثاني اللي فيه الطول تاعو حوالي 220 مع 180 متر مغلوقه. احترام الأجال المحددة لاستلام المشروع مكن من تجاوز أي طارئ، خاصة وأن المنشآت القاعدية من أنفاق وجسور في هذا الشاطر تم استلامها في أجالها. حسب التقديرات الأولية لمجمع الشركات العاملة بهذا المشروع كوسيدال أستوم، حدد بنهاية شهر جانفي. تجارب تقنية ستنطلق في خلال أسبوع أو أسبوعين على شطر محدد على مستوى هذا 3.5 كيلومتر. وبطول 18 كيلومتر ونصف الكيلومتر سيصبح تراموي قسنطينة الثاني وطنيا بعد العاصمة، على أن يدخل حيز الخدمة خلال الثلاثية الأول من السنة الجارية.